العمليات العسكريه التي يقوم بها الجيش الحكومي على دمشق وريفها مستمره ريف دمشق نال حصه الاسد من هذه العمليه اشتباكات عنيفه وقعت بين الجيشين الحر والنظامي في قريه البويضه في مدينه قطنه اوقعا قتلى وجرحى وادت لهتم اكثر من خمسه منازل مما سبب حاله من الهلع والخوف لاهالي المنطقه محيط منطقة السيدة زينب تعرض لقصف مدفعي عنيف بقذائف الهاون على حي علي الوحش وشهدت معظمية الشام وزمالكا وكفر تجددا للقصف المدفعي إلى عين ترما التي كانت بالأمس مسرحا للعمليات العسكرية تعرضت لوابل من قذائف الهاون كذلك مدن عربين وسبقة وحمورية حرستا شهدت قصفا عنيفا وسط إطلاق رصاص كثيف من الحواجز المنتشرة في أنحائها إلى قلب العاصمة دمشق التي شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف فقد تعرض حي جوبر لقصف مدفعي بقذائف الهاون وسط إطلاق نار من الرشاشات الثقيلة كما تحدث ناشطون عن دوي انفجارات في حي القدم بينما شهدت الجهه الشماليه من حي التضامن اشتباكات عنيفه بين الجيش الحر وجيش النظام